بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في الدرس 3-5 التراكيب الجزيئية، وأهداف الدرس أن تطبق الخطوات الرئيسية لرسم تركيب لويس، وهذا استوفيناه في الحصة الماضية. تحدد الجزيئات التي تحدث فيها ظاهرة الرنين، وهذا سنستوفيه بإذن الله في هذه الحصة. تحدد 3 حالات لجزيئات تشذ عن القاعدة الثمانية وتسمي هذه الجزيئات، وهذا أيضا سنستوفيه في هذه الحصة بإذن الله. نتوجه إلى ورقة الشرح، ورقة رقم 33، الفصل 5، الروابط التساهمية، الدرس 3-5، التراكيب الجزيئية، الحصة 2، بعنوان أشكال الرنين واستثناءات القاعدة الثمانية. أشكال الرنين: الاستهلال. إن الصوت الذي يحدثه الجرس يسمى رنين، وهو ناتج عن اصطدام بندول الجرس، اللي هو الكرة التي في وسط الجرس، في حواف الداخلية. يعني عندما تصطدم هذه الكرة في الحواف الداخلية يحدث صوت الرنين، ولا يخرج البندول من حدود الجرس، يعني يتحرك البندول داخل الجرس ولا يخرج من حدوده، فهو ينتمي إليه، البندول ينتمي إلى الجرس، ولا يمكن أن ننسب البندول لأي طرف من الأطراف الجرس لمجرد اصطدام البندول فيه. يعني ما بقول أن البندول هذا هو البندول الأيمن لأنه اصطدم بالطرف الأيمن، أو البندول الأمامي لأنه اصطدم بالطرف الأمامي. وفي بعض الجزيئات يحدث شيء مشابه مع الإلكترونات غير الرابطة، فتنتقل بين الذرات كتنقل بندول الجرس. ولتوضيح ذلك نعود إلى الكتاب صفحة 192، الشكل 14-5، نجد أن هناك 3 تراكيب لويس لأيون النثرات، ونلاحظ الإلكترونات أو زوج الإلكترونات الحرة وزوج الإلكترونات الرابطة. نجد أن الأكسجين اليسرى عليها زوجين إلكترونين غير رابطين أو حرة، بينما الرابطة بين النيتروجين والأكسجين رابطة ثنائية. وفي الشكل الآخر الأكسجين العليا هي التي عليها زوجين إلكترونين حرين، بينما الأكسجين اليسرى عليها 3 أزواج حرة وكذلك اليمنى، والرابطة الثنائية أصبحت بين النيتروجين والأكسجين العليا. وفي الشكل الثالث النيتروجين والأكسجين اليمنى هي التي بينها الرابطة الثنائية، وأصبحت الإلكترونات الحرة بين أو على الأكسجين اليمنى زوجين إلكترونيين حرين. وفي الحقيقة أن هذه 3 أشكال تحدث بالتناوب، فكأنها حركة بندول الجرس داخل الجرس. سنحرك هذه الأشكال 3 لتوضيح الفكرة من خلال مقطع فيديو. نلاحظ الأسهم تشير إلى حركة الإلكترونات، مرة تكون إلكترونات حرة ومرة تكون رابطة، وهذه الأشكال تحدث كما أسلفنا بالتناوب. طبعا تحدث بشكل سريع جدا، ونحاول أن نقرب الفكرة بتسريع الفيديو، ولكنها في الحقيقة هي تحدث أسرع من ذلك بكثير. تلاحظون هنا يحدث اهتزاز أو رنين، لأن الرنين يحدث بشكل متناوب، ولذلك نمثلها بهذا الشكل. الرابطة نمثلها بهذا الشكل، عبارة عن خط متصل وبجانبه خط متقطع للدلالة على الرنين. يعني في تركيب لويس عندما أريد تمثيل الرنين فإني أمثلها بهذه الطريقة، خط متصل وخط متقطع للدلالة على أن هذه الرابطة يحدث بها رنين. فما هو الرنين؟ هو الحالة التي تحدث عند وجود أكثر من تركيب لويس لنفس الجزيء أو
الأيون. في ماذا تختلف أشكال الرنين؟ تختلف في مكان وجود أزواج الإلكترونات وليس في مكان وجود الذرات. تلاحظون في الشكل أن ذرات الأكسجين بقيت في أماكنها والنيتروجين بقى في مكانه، ولكن الذي تغير هو الإلكترونات الحرة والرابطة، أصبحت تتناوب ما بين حرة ورابطة. لذا تختلف أماكن الأزواج غير المرتبطة وأزواج الربط في أشكال الجزيء. عدد أمثلة لجزيئات أو أيونات متعددة لها أشكال رنين. هنا أخذنا مثال النترات، وهناك أمثلة أخرى مثل الأوزون O3، أيون النيتريت N2 عليه شحنة سالبة، أيون النترات الذي أخذناه في الأعلى وعليه شحنة سالبة، أيون الكربونات CO3 وعليه شحنتين سالبة، وأيون الكبريتيت SO3 وعليه شحنتين سالبة. هذه أمثلة وغيرها كثير لجزيئات أو أيونات يحدث بها رنين. حينما درسنا الروابط التساهمية في بداية هذا الفصل الخامس وتناولنا أطوال الروابط التساهمية، علمنا أن الرابطة الأحادية تكون أطول من الرابطة الثنائية، ولكن في حالة الرنين الرابطة الثنائية تتنقل بين روابط الجزيء أو الأيون، فتارة تكون ثنائية وتارة تكون أحادية. فهل أطوال الروابط تتغير باستمرار؟ بمعنى عندما تكون أحادية هل تصبح أطول وفي اللحظة الأخرى تصبح أقصر عندما تكون ثنائية؟ أو بطريقة أخرى، ما تأثير الرنين على أطوال الروابط؟ أثر الرنين على أطوال الروابط ما يلي: تظهر القياسات العملية في المختبر أن أطوال الروابط التي يحدث بها رنين تكون متماثلة، فلا يتغير طول الرابطة وإنما تبقى بنفس الطول سواء كانت ثنائية أو أحادية في حالة الرنين. يعني الرابطة التي يحدث بها رنين لا يتغير طولها وإنما تبقى على نفس الطول، بالرغم أنها تتناوب بشكل سريع بين ثنائية وأحادية. الروابط في الرنين أقصر من الروابط الأحادية وأطول من الروابط الثنائية. يعني في حالة الرنين يصبح طول الرابطة بين الأحادية والثنائية، فليست بقصر الرابطة الثنائية وليست بطول الرابطة الأحادية. فكم سيكون طولها؟ الطول الحقيقي للرابطة التي يحدث بها رنين هو المتوسط الحسابي لأطوال الروابط في أشكال الرنين. يعني أجمع طول الرابطة الأحادية مع طول الرابطة الثنائية وأقسمها على 2 أو 3 إذا كان يحدث الرنين في على 3 روابط كما في مثال النترات، وبذلك أحصل على طول الرابطة التي يحدث بها رنين. ذكرنا سابقا بأن الذرات تسعى لتكوين روابط حتى تصل إلى الحالة الثمانية المستقرة، بمعنى أن يكون في مستواها الأخير 8 إلكترونات، وتحصل على الحالة الثمانية المستقرة من خلال تكوين الروابط سواء كانت الروابط الأيونية أو الروابط التساهمية، وأسمينا ذلك بقاعدة القاعدة الثمانية. وبما أن لكل قاعدة شواذ، فهناك في القاعدة الثمانية استثناءات أو حالات خرجت عن هذه القاعدة. ما هي الحالات التي تشذ بها الأيونات أو الجزيئات عن قاعدة القاعدة الثمانية؟ الحالة الأولى هي عندما يكون عدد إلكترونات التكافؤ فردي. الحالة الثانية هي عندما تكون حالة الاستقرار بأقل من 8 إلكترونات، يعني تكون أقل من 8 إلكترونات وفي نفس الوقت الجزيء يكون مستقر. الحالة الثالثة عندما تكون حالة الاستقرار بأكثر من 8 إلكترونات، يعني عكس الحالة الثانية. سنأخذ كل حالة نرى ما المقصود بها ونأخذ عليها مثال. ما المقصود بأن تكون إلكترونات التكافؤ فردية؟ مجموعة صغيرة من الجزيئات يمكن أن تكون أعداد فردية لإلكترونات التكافؤ ولا تستطيع تكوين 8 إلكترونات. مثال: ارسم تركيب لويس لجزيء NO2. الأعداد الذرية النيتروجين 7 والأكسجين 8. في البداية نحسب إلكترونات التكافؤ. عدد إلكترونات التكافؤ لكل ذرة: النيتروجين
توزيع الكتروني ويكون في المستوى الاخير 5 الكترونات تكافؤ. اما الاكسجين سيكون لديه 6 الكترونات تكافؤ في المستوى الاخير. نحسب عدد الذرات في الجزيء، هناك ذره نيتروجين واحده وذرتين وذرتي اكسجين. الان نستطيع حساب عدد الكترونات التكافؤ لكامل الجزيء، نجد ان عدد الكترونات التكافؤ للجزيء هي 17 الكترون تكافؤ، فالنيتروجين لديه 5 الكترونات تكافؤ ويوجد هناك نيتروجين واحد، واما الاكسجين ف 6 الكترونات تكافؤ ومنه 2، ف 2 في 6 اصبحت 12 بالاضافه الى 5، اذا 17 الكترون تكافؤ لجزيء NO2. الان نحسب عدد الازواج الالكترونيه الكترونات التكافؤ، نجد ان 17 الكترون تكافؤ تقسيم 2 حتى نحسب عدد الازواج، فهناك 8 ازواج الكترونيه ولكن 17 عدد فردي، فعند قسمته على 2 سيكون النتيجه 8 ويتبقى 1، اذا الواحد هذا هو الكترون فردي او الكترون مفرد. نحسب عدد الروابط، النيتروجين متصل بذرتين اكسجين، اذا عدد الازواج الرابطه هي 2، فيكون عدد الازواج غير الرابطه هي 8 ازواج الكترونيه اجمالا ناقص زوجين رابط ويساوي 6 ازواج غير رابطه، اذا هناك 6 ازواج الكترونات حره غير رابطة. بعد أن حسبنا عدد الأزواج غير الرابطة والأزواج الرابطة، يمكننا الآن رسم تركيب لويس لجزيء NO2. فالنيتروجين هو الذرة المركزية متصل بذرتين أكسجين، وذرات الأكسجين عليها عدد من الأزواج الحرة، فلدينا 6 أزواج غير رابطة وعلى ذرات الأكسجين 2، إذن 6 تقسيم 2، فكل ذرة أكسجين يكون عليها 3 أزواج إلكترونية غير رابطة. الذرة الأولى عليها 3 أزواج إلكترونية غير رابطة، والذرة الثانية أيضا عليها 3 أزواج إلكترونية غير رابطة. لا ننسى أن هناك إلكترون مفرد، فعدد إلكترونات التكافؤ للجزيء هي 17، أي أن هناك إلكترون مفرد. هذا الإلكترون المفرد سيكون على ذرة النيتروجين، لأن ذرات الأكسجين اكتملت الإلكترونات لديها، فالذرة الأولى عليها 4 أزواج إلكترونية، 1 رابط و3 غير رابطة، وذرة الأكسجين الثانية أيضا عليها 4 أزواج إلكترونية أي 8 إلكترونات، زوج رابط و3 أزواج غير رابطة. فالإلكترونات الزائدة تكون على الذرة المركزية، وفي هذه الحالة هي النيتروجين وإلكترون واحد زائد، فعلى النيتروجين ذرة أو إلكترون واحد مفرد. في هذا الجزيء نلاحظ أن النيتروجين الذي في المنتصف عليه 5 الكترونات، الكترون مفرد و4 الكترونات رابطة. وذكرنا في تركيب لويس انه عندما تكون عدد الالكترونات على الذرة اقل من 8 فانها تسحب الكترونات غير رابطة من الالكترونات على الذرة الجانبية، فنسحب الكترونين من الاكسجين اليمنى، هذه الحالة الاولى. والحالة الثانية لان الاكسجين اللي في اليمين يشبه الاكسجين الذي في اليسار، ويمكن سحب الكترونين من الاكسجين الايسر، هذه الحالة الثانية. اذا يحدث هناك رنين، فتارة يسحب او تكون الرابطة مزدوجة مع الاكسجين الايمن، والمرة الاخرى مع الاكسجين الايسر. فلو كون رابطة ثنائية مع الاكسجين الايمن او الايسر، سيكون عدد الالكترونات حول النيتروجين هو 7 الكترونات، 4 في الرابطة الثنائية سواء اليمنى او اليسرى، و1 الالكترون المفرد. ولو افترضنا انه كون روابط ثنائية في الجانبين اي مع الاكسجين اليمنى والاكسجين اليسرى، سيكون عدد الالكترونات حول النيتروجين هي 9 الكترونات تكافؤ، اي ان في الحالتين لا يكون النيتروجين في حالة الاستقرار على 8 الكترونات او ما يسمى بقاعدة الثمانية، ولكن في حالة NO2 فانه يعمد على الرنين، فتشكل رابطة ثنائية تارة مع الاكسجين اليمنى وتارة مع الاكسجين اليسرى بهذا الشكل. تكون الاكسجين مشكل
تشكل رابطة مزدوجة مع النيتروجين، الأكسجين اليمنى تشكل رابطة مزدوجة مع النيتروجين الذرة المركزية، وبالتالي يكون عليها زوجين إلكترونية حرة. والشكل الآخر أن الأكسجين اليسرى هي التي تشكل رابطة ثنائية مع النيتروجين، وبالتالي يكون عليها زوجين إلكترونية حرة. أما الأكسجين الأخرى فيكون عليها ثلاثة أزواج إلكترونية حرة، ويبقى الإلكترون المفرد على النيتروجين. وفي الواقع أنه يحدث رنين فيتناوب الإلكترونات الحرة على الروابط، تارة تشكل رابطة ثنائية في اليمين وتارة تشكل رابطة ثنائية في اليسار، ويحدث هذا بشكل متناوب. إذن يحدث هذا بشكل رنين، ويمكن تمثيل ذلك الرنين في تراكيب لويس على هذا النحو. ذكرنا أن الرابطة التي يحدث بها رنين نمثلها بخط متصل وخط متقطع، ونوزع الإلكترونات بحيث نعتبر أن زوج من الإلكترونات شارك في هذه الإلكترونات غير الرابطة، شارك في تكوين الرابطة، فيكون لكل ذرة أكسجين في هذه الحالة 8 أو حول كل ذرة أكسجين 8 إلكترونات، 2 في الرابطة و2 زوجين في غير الرابطة كحرة، لأن الزوج الممثل بالخط المتقطع الذي يشارك في الرنين تارة يكون الرابطة وتارة يكون غير رابط، وفي كل الحالتين هو محسوب حول ذرة الأكسجين. وبهذا نستنتج أن في جزيء NO2 الحالة الأولى من الحالات شذوذ عن القاعدة الثمانية، ففي كل الحالتين يبقى هذا الإلكترون المفرد يجعل النيتروجين لا يتخذ 8 إلكترونات حوله. فإن كان شكل رابطة ثنائية مع إحدى ذرتي الأكسجين ورابطة مفردة مع الذرة الأخرى سيكون حوله 7 إلكترونات، وإن شكل روابط ثنائية مع الذرتي الأكسجين سيكون حوله 9 إلكترونات، أي أنه إما أن يكون أدنى أو أعلى من 8 بسبب الإلكترون المفرد. ننتقل إلى الحالة الثانية من الحالات التي يحدث بها شذوذ عن القاعدة الثمانية، وهي الحالات التي تكون مستقرة بأقل من 8 إلكترونات. فما المقصود بذلك؟ بعض المركبات تصل إلى التركيب المستقر بأقل من 8 إلكترونات حول الذرة. مثال على ذلك، ارسم تركيب لويس لجزيء BH3 الأعداد الذرية للبورون 5 وللهيدروجين 1. في البداية نحسب عدد إلكترونات التكافؤ لكل ذرة، فالتوزيع الإلكتروني للبورون ينتهي بالمستوى الثاني وفيه 3 إلكترونات، إذن عدد إلكترونات التكافؤ للبورون هي 3. أما الهيدروجين فلا يوجد لديه إلا إلكترون واحد، بالتالي إلكترون التكافؤ هو 1. عدد الذرات في الجزيء البورون 1، أما الهيدروجين ف3، وبالتالي تكون عدد إلكترونات التكافؤ في الجزيء هو 1 بورون ضرب 3 إلكترونات تكافؤ زائد 3 ذرات هيدروجين، وفي كل ذرة إلكترون تكافؤ 1، فأصبح المجموع 6 إلكترونات تكافؤ. وبالتالي سيكون عدد الأزواج الحرة أو عدد الأزواج الإلكترونية هي 6 تقسيم 2 3 أزواج إلكترونية. وعدد الأزواج غير المرتبطة، البورون متصل ب3 ذرات هيدروجين، إذن 3 ذرات هيدروجين أو 3 ذرات مرتبطة، وكل ذرة مرتبطة تحتاج إلى زوج إلكتروني للربط، فيكون هناك 3 أزواج إلكترونية في الجزيء منها 3 أزواج ربط، ويتبقى 0 زوج غير رابط. بما أننا توصلنا إلى عدد الأزواج الإلكترونية الرابطة والحرة، نستطيع الآن رسم تركيب لويس لجزيء BH3. الآن نستطيع رسم تركيب لويس، فالبورون ذرة مركزية متصلة ب3 ذرات هيدروجين من خلال 3 أزواج ربط. لو حسبنا عدد الإلكترونات حول البورون لوجدنا أنها 6، فهنا إلكترونين وهنا إلكترونين وهنا إلكترونين، وبالتالي يتضح أن هناك 6 أزواج إلكترونية حول البورون ولم تصل إلى 8 إلكترونات. ومع ذلك فهذا الجزيء مستقر رغم أن البورون لم يحصل على الحالة الثمانية. ما مدى قابلية المركبات المستقرة بأقل من 8 إلكترونات للتفاعل ولماذا؟ تكون هذه المركبات قابلة للتفاعل رغم استقرارها، يعني بالرغم
رغم أنها استقرة إلا أنها قابلة للتفاعل رغم استقرارها، لأنها قادرة على استقبال زوج من الإلكترونات من ذرة أخرى. يعني هيدريد البورون أو ثلاثي هيدريد البورون لو وجد ذرة تستطيع منحه إلكترونين الناقصة عليه حتى يصل إلى 8 إلكترونات فإنه لا يمانع، وبالتالي يكون مركب ويكون رابطة مع هذه الذرة التي منحته زوج من الإلكترونات. ولكن ما نوع هذه الرابطة التي سيشكلها البورون مع الذرة التي منحته زوج الإلكترونات؟ نوع الرابطة رابطة تساهمية تناسقية، تساهمية تناسقية. كيف تتكون الرابطة التساهمية التناسقية؟ تتكون عندما تقدم إحدى الذرات إلكترونين لتشارك بها ذرة أخرى أو أيون آخر ليكونا ترتيبا إلكترونيا مستقرا له أقل طاقة وضع. يعني البورون هو مستقر، ولكن عندما يحصل على رابطة تساهمية تناسقية توصله إلى الحالة الثمانية يكون أقل طاقة وبالتالي يصبح أكثر استقرارا. نأخذ مثال على رابطة تساهمية تناسقية، وسنجعل هذا المثال على ذرة تمنح البورون إلكتروناتها، وهذه الذرة هي النيتروجين في ثالث هيدريد النيتروجين. فالنيتروجين يتصل بثلاث ذرات هيدروجين ولديه زوج إلكتروني حر. حينما يتفاعل مع البورون الذي يملك ثلاث روابط متصلة بثلاث ذرات هيدروجين، فإن النيتروجين يمنح البورون زوجه الإلكتروني الحر، لأن الإلكترونات الحرة في حالة النيتروجين حينما يشكل أو يتشارك بها مع البورون فإنه لا يخرج من حالة الاستقرار الثمانية، فيبقى في كلتا الحالتين سواء كان هذا الزوج رابط أو غير رابط يبقى النيتروجين في حالة الاستقرار الثمانية وحوله 8 إلكترونات أي 4 أزواج إلكترونية. أما البورون فإنه في حالة استقرار ب6 إلكترونات حوله، وحين يمنحه النيتروجين الإلكترونات الحرة يصبح في هذه الحالة أكثر استقرارا، ويكون للمركب الجديد طاقة وضع أقل طاقة، فتبقى ذرات الهيدروجين المتصلة بالنيتروجين كما هي، وتتشكل الرابطة الجديدة بين النيتروجين والبورون، ويبقى ذرات الهيدروجين المتصلة بالبورون كما هي. فنلاحظ هنا أن كل من البورون والنيتروجين محاطة ب8 إلكترونات، فالبورون أصبح لديه أو حوله 4 أزواج إلكترونية أي 8 إلكترونات، والنيتروجين أيضا حوله 4 أزواج إلكترونية أي 8 إلكترونات. وصلنا إلى الحالة الثالثة من حالات الشذوذ عن القاعدة الثمانية، وهي الحالة التي تكون فيها الجزيئات أو الأيونات مستقرة بأكثر من 8 إلكترونات. فما المقصود بهذه الحالة وما سبب هذه الحالة من الاستقرار؟ المقصود به أو المقصود بها هو التركيب الإلكتروني للمركبات التي لها ذرة مركزية تحتوي أكثر من 8 إلكترونات. وما السبب؟ لماذا تحتوي على أكثر من 8 إلكترونات؟ السبب في ذلك الاستقرار هو وجود المستوى دي في عناصر الدورة الثالثة وما بعدها. نأخذ مثال على ذلك باستخدام تراكيب لويس، وضح كيف يتفاعل ثالث كلوريد الفسفور مع الكلور لينتج خامس كلوريد الفسفور. تركيب لويس لثالث كلوريد الفسفور يكون الفسفور فيه كذرة مركزية وحوله 3 ذرات كلور، ولكل كلور زوج إلكتروني رابط و3 أزواج إلكترونية غير رابطة، وبالتالي يصبح كل كلور محاطة ب8 إلكترونات. أما الفسفور فيكون لديه زوج واحد إلكتروني غير رابط، وبإمكان ثالث كلوريد الفسفور أن يتفاعل مع غاز الكلور الذي له تركيب لويس الآتي: ذرتين كلور بينها
زوج إلكتروني رابط، وعلى كل ذرة كلور 3 أزواج إلكترونية غير رابطة، فتصبح كل ذرة كلور محاطة ب8 إلكترونات. والذي يحدث هو أن الرابطة بين الكلور والكلور تكسر وتمنح ذرة الفسفور إلكتروناتها الحرة للكلور بعد كسر الرابطة، فيصبح لدى الكلور 7 إلكترونات يكملها بإلكترون من الفسفور. فالإلكترون الأول يذهب إلى ذرة الكلور الأولى، والإلكترون الحر الثاني يذهب إلى ذرة الكلور الثانية، وينتج عن ذلك خامس كلوريد الفسفور، أي أن الفسفور يصبح محاطا ب10 إلكترونات رابطة، 5 روابط، كل رابطة متصلة بذرة كلور. أما ذرات الكلور فتبقى محاطة كل ذرة ب8 إلكترونات، 6 منها غير رابطة وإلكترونين رابطة، أي أن الفسفور يكون محاطا ب10 إلكترونات وتجاوز القاعدة الثمانية، ومع ذلك فهو مستقر، فتصل ذرة الفسفور P للاستقرار بأكثر من 8 إلكترونات، وهذه الحالة وصلت إلى 10 إلكترونات حول ذرة الفسفور، فكل رابطة بها إلكترونين، أي أن هناك 5 روابط، وبالتالي أصبحت 10 إلكترونات. بهذا كنا انتهينا من الدرس الثالث من الفصل الخامس التراكيب الجزيئية، ونلتقي بإذن الله في الحصة القادمة في الدرس الرابع من الفصل الخامس أشكال الجزيئات. في أمان الله.